بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة السادسة من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر المحاسبة المتقدمة في المستوى السابع محاسبة. تناولت في المحاضرة السابقة الموضوعات المتعلقة بانسحاب شريك من شركة التضامن، وكيفية تسديد حصة الشريك المنسحب، وكذلك تحدثت عن تصفية شركات التضامن. ونبدأ بطرح الأسئلة على التصفية، وهي الجزء الأخير من مقررنا في الشركات في محاسبة الشركات، وهو الجزء الأول من المقرر. عندما أو عند تصفية شركات التضامن، فإن أول ما يتم سداده مما يلي هو ألف قروض الشركاء، المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة، جيم المبالغ المستحقة على الشركة العاملين فيها خلال نفقات التصفية وأتعاب المصفي. نعم، أتعاب المصفي ونفقات التصفية كما ذكرت. طيب، عند تصفية شركة التضامن أيضا أول ما يتم سداده مما يلي: قروض الشركاء للشركة، باء المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة، جيم المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها، دال المبالغ المستحقة للغير. إذن جيم للعاملين أول ما يتم سداده من هذه، نعم للعاملين. إذا استطاع المصفي أن يبيع موجودات الشركة دفعة واحدة أو على دفعات كبيرة في وقت قصير، يطلق على هذا النوع من التصفية ألف: التصفية السريعة، التصفية البطيئة، جيم التصفية التدريجية. نعم، التصفية السريعة. أحسن، تمام. إذا لم يستطع المصفي أن يبيع موجودات الشركة دفعة واحدة أو على دفعات كبيرة، يطلق على هذا النوع من التصفية ما هو؟ التصفية البطيئة. التصفية البطيئة، نعم، أو التدريجية. أحسنتم. الآن قيد إقفال الأصول غير النقدية بالقيمة الدفترية في حساب التصفية. الطرف المدين من القيد يكون ألف حساب الأصول، باء جار الشركاء، جيم رأس المال، دال حساب التصفية. دال حساب التصفية، من حساب التصفية إلى حساب الأصول. الطرف الدائم من القيد أيضا، ما هو الطرف الدائم اللي يكون؟ الطرف الدائم يكون الطرف الدائم هو حساب الأصول. نعم، حساب الأصول بالقيمة الدفترية باستثناء النقود. أحسنت يا لم، أحسنت يا لم. باستثناء النقود النقدية لا يتم إقفالها، آخر شيء تقفل النهاية في رأس المال. أيضا إقفال حساب الدائنين في حساب التصفية، الطرف الدائن من القيد هو ألف الدائنين، باء حساب التصفية، جيم أصول، دال الشركاء. الطرف الدائن، نعم، حساب التصفية، نعم. في المدينة الدائنين، لأنه الدائنين دائن عند الإقفال تصبح مدينة. أحسنتم، ممتاز. إذا الطرف المدين أيضا حيكون حنا حساب الدائنين. الآن أيضا عند إقفال مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، المدين من القيد حيكون عند جار الشركاء، حساب التصفية، الأصول، مخصص الديون. مخصص الديون. في سؤال فقط، بس ارجع لاني رايت سؤال. نعم عبد العزيز، ممكن تعيد السؤال عشان نكتبه؟ السؤال يا عبد العزيز يتعلق بالدائنون، عند اقفال الدائنون في حساب التصفيه، عند اقفال الدائنين في حساب التصفيه،
ما هو الطرف المدين والطرف الدائن من القيد. الطرف المدين حيكون عندي حساب الدائنين، الطرف الدائن حيكون عندي حساب التصفية. وكذلك مخصص دول المشكوك في تحصيلها أيضا هو طبيعة دائن، عند الإغفال يصبح مدين. إذن حيكون عندي الطرف المدين حساب المخصص والطرف الدائن حساب التصفية. عند إثبات صافي متحصلات التصفية، يعني عند بيع الأصول واستلام قيمتها، هذه نسميها صافي المتحصلات. صافي المتحصلات. الآن عند استلام صافي المتحصلات أو عند تسجيل إثبات صافي المتحصلات، يتم تسجيل قيد الطرف المدين منه ألف النقدية، باع حساب التصفية، جاري الشركاء، رأس المال. نعم، طرف مدين حيكون عندي النقدية. طرف الدائن، طرف الدائن حيكون عندي التصفية، حساب التصفية. نعم صحيح. مصاريف التصفية، طرف المدين من قيد إقفال مصاريف التصفية، النقدية، جار الشركاء، حساب التصفية، رأس المال. نعم أحسنتم. حساب، لأن مصاريف التصفية عندما أسجلها أسجل من حساب مصاريف التصفية إلى حساب النقدية. الآن عند الإقفال أقفل من حساب التصفية إلى حساب مصاريف التصفية. الطرف الدائن يكون مصاريف التصفية، والطرف المدين عند الإقفال يكون حساب التصفية. طرف المدين. إذا كان رصيد التصفية ربح يتم إقفالها في حساب رأس المال الطرف المدين من القيد، ألف رأس المال، باء التصفية، جيم النقدية، دال جار الشركة. نعم باء، لأن عندي حساب التصفية دائن ربح، يعني دائن عند الإقفال تصبح مدينة، وبالتالي حيكون عندي من حساب التصفية إلى حساب رأس المال. إذا كان خسائر العكس، إذا كان خسائر يكون عكس، فحساب التصفية يكون مدين رصيده، وبالتالي عند الإقفال يصبح دائن، فيكون القيد من حساب رأس المال إلى حساب التصفية، إلى حساب التصفية. نعم أيضا تمام. في عندنا سؤال، هذا أكتب لكم إياه لحظة. ناخذ مشاركة لوح فارغ حتى نكتب هذا السؤال، لأن هذا السؤال عملي قد يحتاج إلى كبر الشاشة شوية. نعم ايضا إذن هذا السؤال، مقدار ما يتحمل رأس مال الشريك ألف من الخسارة. هنا الخيارات، طبعا الخيارات هي عبارة عن
ألف 5000 10000 جيم 25000 كان الخيار. هذا السؤال: ألف وباء جيم شركاء في شركة تضامن يقسمون الخسائر بنسبة 2 إلى 2 إلى 1 على التوالي. قررت تصفية الشركة وبلغت خسائر التصفية، التصفية خسائر، تلاحظون خسائر 25000، وتقل عن رؤوس أموال، يعني تقل عن رؤوس الأموال، يعني أن رؤوس أموال الشركة قادرة على سداد هذه الخسائر، يعني رأس المال أكبر من الخسائر. مقدار ما يتحمله رأس مال الشريك ألف. إذن المطلوب مني الآن حساب مقدار ما يتحمله رأس مال الشريك ألف في هذا السؤال. مقدار ما يتحمله رأس مال الشريك ألف من الخسارة. إذن نعم، كم مقدار ما يتحمله رأس مال الشريك ألف؟ تمام، نجمع النسب. نعم تمام. الآن عندي مقدار الخسائر، أول شيء أحسب مقدار الخسائر. نعم أحسنت يا سارة، إجاباتكم صحيحة، ولكن خلنا نوضح كيف تم حساب هذه الخسارة. الآن عندي مقدار الخسارة، الخسارة 25000. الآن حصة الشريك ألف في توزيع الأرباح والخسائر 2 إلى 2 إلى 1، إذن 2 من 5، إذن ضرب 2 على 5 تساوي كم؟ حصته 10000. وأيضا يكون حصته أيضا نفس ألف لأنه نفس النسبة في الأرباح، وبالتالي باء أيضا يكون 10000. جيم يكون 25000 ضرب 1 على 5 تساوي 5000. إذن حيكون ألف 25000 هذه توزع 10000 إلى ألف، وعشرة إلى باء، وخمسة إلى جيم. واضح؟ واضح هذا السؤال؟ تمام، ممتاز ممتاز تمام. إذا هذا يعني طيب، يعني أبغى بس يعني ممكن يعني يجينا سؤال، يعني ليس إن 25000، يمكن يجينا 50000 خسارة تقل عن رؤوس أموالهم. تمام، إذا إحنا نتبع الطريقة وليس حفظ السؤال، واضح؟ تمام. أيضا هذا يعني السؤال اللي متعلق بتوزيع الأرباح والخسائر التصفية. عند أيضا سؤال ثاني نفس السؤال السابق: ألف وباء جيم شركاء في شركة تضامن يقتسمون الأرباح والخسائر بنسبة 2.5 إلى 2.5 إلى 5، وتقرر تصفية الشركة وكانت خسائر التصفية 25000. كم يصيب الشريك ألف من هذه الخسائر؟ ألف 0، باء 25000، جيم 6250، دال 12500. جيم حسبناها بنفس الطريقة، حسبها بنفس الطريقة 6250، 6250 باء، وجيم كم نصيبه؟ 12500، لأن جيم هو 5 من 10، 5 من 10 النص، نص 25000، 10500. أما ألف الربع
ربع ال 25000 6250 تمام؟ واضح اعتقد سهله ما فيها شيء. بسيط، لا سهله ما فيها شيء، يعني هذه سهله. يعني اذا جانا اتوقع اي سؤال حيجينا عن هذا الموضوع، يفترض ان الجميع حيجاوب، يعني يفترض ان الجميع حيجاوب. طيب نكمل الأسئلة أيضا. صافي المتحصلات، صافي المتحصلات يعني يا ابتهال، في بعض الأحيان بتبيعي على سبيل المثال بعتي سيارة، زين، الآن في هناك مكتب يأخذ عمولة على البيع، يأخذ عمولة، مثلا بعتي سيارة 10500 ريال، 10500، المعرض او الشريطي اللي باع السياره اخذ 500 ريال عموله، كم صافي متحصل من بيع السياره؟ كم صافي المتحصل؟ 10000. وضحت؟ وضحت المتحصلات اي بعد طرح العمولات. كان الاسئله ايضا ابتهال، الاسئله وضحت زين. اوكي، اذا هذا المقصود بصافي المتحصلات. نكمل الاسئله. اذا بعد طرح يعني البيع، بعد طرح العمولات والمصاريف البيع وكذا، وبالتالي هذه نسميها المتحصلات، صافي المتحصلات، يعني صافي المبلغ اللي قبضته انت عند البيع. نكمل الأسئلة. الشركة التي تتكون من نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين وشركاء موصين، تسمى ألف شركة توصية بسيطة، شركة تضامن، شركة مساهمة محدودة، شركة محاصة. نعم، شركة توصية بسيطة، ممتاز. يعني هذا باختصار هذا ما يتعلق بالجزء الأول، والجزء الأول بالتالي يعني ننتقل إلى الجزء الثاني وهو المتعلق بالمحاسبة في المنشآت ذات الفروع. طبعا عندنا المحاسبة في المنشآت ذات الفروع، في هذا الخصوص يعني عندي أنا طريقتين للمحاسبة في المركز والفروع التابعة له، عندنا الطريقة المركزية والطريقة اللامركزية. في الطريقة المركزية جميع العمليات اللي تتم في الفروع يتم تسجيلها في المركز فقط، بينما في الطريقة اللامركزية جميع العمليات يتم تسجيلها في المركز وفي الفروع التابعة له. الآن عند يقوم المركز بإرسال عمليات متبادلة ما بين المركز والفرع وفقا للطريقة المركزية، هنا كما ذكرت أن هذه العمليات يتم تسجيلها في المركز، وبالتالي الفرع لا يسجل شيء وفقا للطريقة المركزية. فقد يرسل بضاعة بالتكلفة أو بسعر البيع أو بالسعر الافتراضي، إذن هناك عمليات تتطلب مني إجراء قيود عند إرسال بضاعة، سواء كانت بالتكلفة أو بسعر البيع أو بسعر الافتراضي. عند إرسال بضاعة مثلا من حساب الفرع إلى حساب بضاعة مرسلة للفرع، سأشرحها طبعا مع الأسئلة، أطرح أسئلة عليها ونشرحها مع الأسئلة. فإذن وفقا للطريقة المركزية، فإن جميع العمليات التي تتم في الفروع يتم تسجيلها في ألف في الفروع، في المركز الرئيسي، جيم في أكبر فرع، دال
في أصغر فرع فقط في المركز الرئيسي، لأنه وفقا للطريقة المركزية طالما ذكر لي مركزية إذن التسجيل فقط في المركز، لا يتم تسجيل أي قيد في الفرع. هذا واضح. السؤال اللي بعده، وفقا للطريقة اللامركزية تسجيل جميع العمليات المالية التي تتم في الفروع يتم تسجيلها في التفصيل ب ألف الفروع في المركز الرئيسي في الفروع والمركز جميع ما ذكر. نعم اللامركزية نعم يتم تسجيلها في إذا كانت عملية متبادلة ما بين المركز والفرع يتم تسجيلها في المركز والفرع، أما إذا كانت تخص الفرع مع أطراف خارجية يتم تسجيلها في الفروع فقط. إذن يتم تحديد في السؤال هل هذه العملية هي متبادلة ما بين المركز والفرع؟ إذا كانت متبادلة يتم تسجيلها ما بين المركز والفرع، المركز والفرع. أما إذا كانت في الفرع مع أطراف خارجية يتم تسجيلها في الفرع فقط، عكس الطريقة المركزية. وفقا للطريقة المركزية إذا قام الفرع بإرسال بضاعة إلى الفرع المركز، قام بإرسال بضاعة إلى المركز مسعرة بسعر التكلفة، الطرف الدائن من القيد الذي يتم تسجيله هو ألف حساب الفرع، باء حساب المركز، جيم حساب بضاعة مرسلة إلى المركز، دال حساب بضاعة مرسلة إلى الفرع. نعم. إذن عند إرسال بضاعة من المركز إلى الفرع بالتكلفة يتم تسجيل قيد من حساب الفرع إلى حساب بضاعة مرسلة إلى الفرع. إذن الطرف المدين سيكون الفرع، الطرف الدائن بضاعة مرسلة إلى الفرع. هذا أعتقد واضح. إذا قام الفرع برد جزء من البضاعة للمركز المسعرة التكلفة وفقا للطريقة المركزية يتم إثبات قيد الطرف المدين منه هو حساب الفرع، باء حساب المركز، جيم حساب بضاعة مرسلة للفرع، دال حساب بضاعة مرسلة للمركز. تمام. يعني الـ 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 هنا بالتكلفة عند الإرسال، عند إرسال بضاعة نسجل من حساب الفرع إلى حساب بضاعة مرسلة للفرع. الآن عند الإرجاع، عند الإرجاع من حساب بضاعة مرسلة الفرع إلى حساب الفرع. إذن تلاحظون أنه عندما يقوم المركز وفقا للطريقة المركزية، وفريقة المركزية عند إرسال بضاعة للمركز للفرع مسعرة بالتكلفة، عندها يتم تسجيل قيد من حساب الفرع إلى حساب بضاعة مرسلة للفرع. هذا عند الإرسال. إذن حساب الفرع مدين وحساب بضاعة مرسلة عند الإرسال. الآن عند الإرجاع عكس القيد، تلاحظون الطرف المدين كان دائن عند الإرسال أصبح مدين عند الإرجاع، الفرع مدين عند الإرسال دائن عند الإرجاع. إذن عكس القيد، إذن قيد الإرجاع عكس قيد الإرسال. نعم ثم إرجاع، أحسن. نعم صحيح. نعم أحسنت يا أروى. إذن عكس قيد الإرسال، واضحة؟ إذن هذا السؤال، هذا اللي ذكرت لكم يا أستطيع أني أسأل عليه أربع أسئلة. الطرف المدين من إرسال البضاعة من المركز إلى الفرع سعر التكلفة هو ألف، باء
بضاعة مرسلة إلى الفرع حساب المركز؟ نعم، هذا يعني هذا السؤال. أيضا أسأل بالطرف الدائن، أيضا قيد الإرجاع، أسأل بالطرف المدين وأسأل بالطرف الدائن. تمام، إذا هذا الإرجاع عنده نفس الشيء. يعني هذا اللي شرحته الآن هو عبارة عن 4 أسئلة، إن الأسئلة موجودة معكم. الآن عند إثبات المتحصلات النقدية من مبيعات الفرع وفقا للطريقة المركزية، الطرف المدين من القيد الذي يتم استسجيله هو ألف النقدية باء حساب الفرع جيم بضاعة مرسلة للفرع النقدية، يتم تسجيل حساب، نعم، قيد حساب النقدية. تمام، الطرف الدائن من القيد نقدية حساب المركز حساب بضاعة مرسلة حساب الفرع، حساب الفرع من حساب النقدية إلى حساب الفرع عند استلام المتحصلة. نعم، تمام، ممتاز ممتاز. الآن إذا قام البيع الفرع ببيع بضاعة على الحساب، الطرف المدين من القيد الذي يتم تسجيله وفقا للطريقة المركزية هو ألف نقدية باء حساب المركز جيم حساب مدينو الفرع دال حساب الفرع، من حساب مدينو الفرع. نعم، طبعا كما تعلمون أن حساب، أعيده يا لما، تمام، أعيد السؤال. تمام، عند إثبات مبيعات الفرع التي تمت على الحساب وفقا للطريقة المركزية، يتم إثبات قيد الطرف المدين منه هو ألف النقدية ب المركز جيم حساب مدينو الفرع دال حساب الفرع، صحيحة هي جيم مديني الفرع أو مدينو الفرع. تمام، إذا بالنسبة لطريقة التكلفة عند إرسال المركز بضاعة إلى الفرع بحساب التكلفة أو بقيمة التكلفة، هنا يمثل حساب الفرع حساب نتيجة، أي أنني إذا قمت بترصيد حساب الفرع سوف يعطيني إما مجمل ربح أو مجمل خسارة، لأنها أرسلت بالتكلفة، وبالتالي حساب الفرع يمثل حساب نتيجة، أي يعطيني نتيجة عمليات الفرع من مجمل ربح أو مجمل خسارة مثل حساب المتاجرة سابقا. وبالتالي إذا جاءنا سؤال، إذا كان رصيد حساب الفرع لدى المركز الرئيسي دائنا بقيمة 11000 ريال، فهذا يعني أن الفرع ألف حقق ألف مجمل خسائر بقيمة 11000، مجمل أرباح بقيمة 11000، لم يحقق أي أرباح أو خسائر ليس مما ذكر. إذا كان رصيده دائن معناه تحقق مجمل أرباح، مجمل أرباح دائن أرباح. السؤال الثاني، وفقا للطريقة المركزية، إذا كان رصيد حساب الفرع لدى المركز الرئيسي دائنا بقيمة 11000 وبلغت مصاريف الفرع 15000، هذا يعني أن الفرع حقق صافي ألف 4000 ريال خسائر، ب 4000 ريال أرباح، جيم 11000 ريال أرباح، قال 11000 ريال خسائر، 4000 ريال خسائر. نعم، صحيح، ممتاز، تمام، ممتاز ممتاز، الأمور طيبة إن شاء الله.
الطريقة المركزية يتم إقفال صافي خسائر الفرع في حساب ألف أرباح وخسائر المركز، ب أرباح وخسائر الفرع، جيم أرباح وخسائر المركز وأرباح وخسائر الفرع معا، دال الأرباح والخسائر العام. دال، نعم تمام، ممتاز ممتاز. إذن هذه بالنسبة لطريقة التكلفة، إرسال طريقة التكلفة. الآن الطريقة الثانية وهي طريقة الإرسال بسعر البيع، الإرسال بسعر البيع. إيش اللي أعيده؟ تمام، أعيد هذا السؤال اللي هو وفقا للطريقة المركزية يتم إقفال صافي خسائر الفرع في حساب الأرباح والخسائر العام. يتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر العام. في هذا الآن عندنا يعني في الطريقة المركزية احنا نحسب خسائر كل فرع أو أرباح كل فرع، نقفلها في حساب الأرباح والخسائر اللي نعده للشركة كاملة، للمركز والفروع التابعة له، وبالتالي هذا الخاص بهذا الفرع نقفله في الأرباح والخسائر العام، وبالتالي الأرباح والخسائر العام حيعطيني إجمالي ربح أو خسارة المركز والفروع كاملة. فكل فرع أبعث أو أقفل رصيدة من ربح أو خسارة في الأرباح والخسائر العامة للشركة. وضحت يا أنصاف؟ واضحة يا أنصاف؟ أرجع أيضا إلى الأسئلة المتعلقة بي. طبيعة الآن الطريقة الثانية طريقة البيع، إرسال بضاعة إلى طريقة البيع. السؤال الأول، الطريقة التي تعتبر ميزة مهمة للمركز الرئيسي لأنه ببساطتها تمارس الإدارة دورها الرقابي بشكل فعال على نشاط الفرع فيما يتعلق بحركة البضاعة تسمى طريقة ألف. تكلفة سعر البيع، جيم البيع ناقص التكلفة، دال هامش الربح. طريقة البيع، نعم سعر البيع اللي يمارس الرقابة هي سعر البيع. تمام، وفقا للطريقة المركزية عندما يرسل المركز بضاعة للفرع بسعر البيع فإنه يتم إثبات ذلك بقيد الطرف المدين منه هو: ألف بضاعة مرسلة للفرع، ب حساب الفرع، جيم بضاعة مرسلة للمركز، قال حساب المركز، حساب الفرع. نعم، هذا القيد لا يختلف، لا يختلف سواء هذه الطريقة اللي أمامكم أيضا اللي شرحتها نفس القيد، حساب الفرع سواء بالتكلفة أو بسعر البيع، من حساب الفرع إلى حساب بضاعة مرسلة إلى الفرع. الطرف الدائن أيضا من القيد ماذا حيكون؟ طريقة سعر البيع أيضا سوف يكون الطرف الدائن بضاعة مرسلة إلى الفرع. نعم أحسنتم، إلى بضاعة مرسلة إلى الفرع. الآن أيضا عند الإرجاع نفس القيد السابق، عند الإرجاع يتم إثبات نفس القيد من حساب بضاعة مرسلة، هذا القيد يتم إثباته من حساب بضاعة مرسلة إلى حساب الفرع، فالطرف المدين أيضا بسعر البيع عكس قيد الإرسال. تمام، قيد الإرجاع دائما عكس قيد الإرسال، وبالتالي الطرف المدين حيكون من حساب بضاعة مرسلة، الطرف الدائن من حساب الفرع سواء كانت بسعر التكلفة أو بسعر البيع، نفس القيدين لا يختلفان. واضحة؟ إذن هذا تقريبا يعني أيضا بالنسبة للمتحصلات النقدية، المتحصلات النقدية يتم إثبات المتحصلات النقدية من الفرع الناتجة عن المبيعات بقيد طرف المدين منه هو: ألف حساب الفرع، ب النقدية، جيم المركز، دال بضاعة مرسلة. نعم حساب النقدية، من حساب النقدية. نعم أحسنتم أحسنتم، تمام. الطرف الدائن في القيد اللي يتم تسجيله حساب النقدية إلى حساب الفرع،
يا سيكو. نعم يا نجلة، إذا كان رصيدة يعني ربح، مجمل ربح. دائما الأرباح دائنة والخسائر مدينة، وحساب الفرع نتيجة، يعني إما مجمل ربح أو مجمل خسارة. إذا كان رصيدة دائن يعتبر ربح، إذا كان مدينة يعتبر خسارة. ارجع اللي قبل قليل اللي ذكرته في بداية المحاضرة، حساب التصفية. حساب التصفية إذا كان رصيده دائن يعني حقق ربح، إذا كان مدين حقق خسائر. إذن نفس القياس، دائما الأرباح دائنة والخسائر مدينة. وضحت يا نجلة؟ أكمل. وفقا للطريقة المركزية أيضا ممكن، يعني مدين على وزن دائن على وزن تاجر، يعني ربح. يعني هذا يعني أميرة الآن تعلمنا طريقة الترميز في الحفظ، وهي طريقة معروفة يعني عالمية، يعني دائما نرمز، نربط شيء حتى نحفظ، نربط شيء في المدين، يعني هي ربطتها على يعني خسارة، دائن على وزن تاجر، تاجر يعني ربح. اي هذا طبعا للمساعدة على الحفظ، الترميز طبعا، الترميز هذا معروف، يعني هذه يعني ترى يعني ليست يعني فعليا، يعني فعليا دائما الاسهل للحفظ، الاسهل للحفظ حتى ما تروح من ذاكرتك، حتى تتذكرها على طول، تربط شيء بشيء رمز، حتى يكون يعني اسهل لك للحفظ. في كثير ما زال الطلبه في المحاسبه يلخبطون بين المدين والدائن، يلخبطون، وبالتالي يربط المدين والدائن. نعم. ايضا نستمر في الاسئله. وفقا للطريقه المركزيه وعند استخدام طريقه سعر البيع لتسعير البضاعه المحوله للفرع، يتم اثبات قيد المبيعات الاجماليه النقديه والاجله باعتبارها مبيعات بموجب قيد الطرف المدين منه هو: الف البضاعه المستلمه من الفرع، ب البضاعه المرسله للفرع، ج البضاعه المستلمه من المركز، د البضاعه المرسله للفرع. نعم. الآن هذا القيد إضافي عن طريقة التكلفة، عن طريقة التكلفة. الآن طالما أرسلت البضاعة إلى الفرع بسعر البيع وتم بيعها، الآن نحن نعتبرها مبيعات لأنها أرسلت بنفس السعر، بيعت بنفس السعر الذي أرسلت به، أرسلت بنفس السعر الذي أو بيعت بنفس السعر الذي أرسلت به، وبالتالي هذا قيد إضافي عن طريقة التكلفة، إني أعتبرها مبيعات إجمالية للشركة ككل، وبالتالي أسجل من حساب بضاعة مرسلة، ألغي حساب بضاعة مرسلة لحساب المبيعات بمقدار ما بيعه، لأن البضاعة المرسلة والمبيعات بنفس السعر، بنفس السعر. نعم، المبيعات دائن، إيرادات، الإيرادات دائنة، دائم الإيرادات دائم، واضحة. وبالتالي الطرف المدين سوف يكون البضاعة المرسلة، والطرف الدائن، ما هو الطرف الدائن؟ المبيعات، طرف الدائن المبيعات. نعم. كان قيد مردودات المبيعات الإجمالية، قيد مردودات المبيعات. الآن العكس حيكون عندي، من حساب مردودات المبيعات إلى حساب البضاعة المرسلة. طفي المايكات يا شباب، انا فتحتها، لحظه اطفيها، عفوا الغي المايكات بس دقيقه. نعم.
الان. اوكي تمام. اذا حتى يكون دائما قيد الارجاع عكس قيد البيع، ايضا قيد الارجاع عكس قيد البيع. اذا هذه ايضا واضحه. سؤال اخر، الان وفقا للطريقه المركزيه عند استخدام طريقه سعر البيع لتسعير البضاعه المحوله للفرع، رصيد حساب الفرع، رصيد حساب البضاعه المرسله للفرع يكونان الف متساويان في القيمه وفي الطبيعه المدين والدائن، ب متساويان في القيمه ومختلفان في الطبيعه المدين والدائن، او في الجانب المدين والجانب الدائن، ايضا مختلفان في القيمه ومتساويان في الجانب المدين والدائن، مختلفان في القيمه ومختلفان في الجانب المدين والدائن. نعم، تكون الاجابه الصحيحه هي ان يكونوا متساويان في القيمه لكن مختلفان في الجانب المدين والجانب الدائن. احسنتم، اجابه ممتازه صحيح. إذن وفقا للطريقة حساب الفرع وحساب بضاعة مرسلة للفرع يكون متساوي. الآن هذا السؤال يبي له فقط الشرح. أشارك على البورد حتى مع بعض. هذا السؤال. نعم نعم يا نورة. السلام عليكم دكتور، لو سمحت متى تنزل؟ ايش تنزل؟ اي المحاضرة؟ لا بنزلها انا فورا، بنزلها بعد المباشر. أنا عادة بنزلها مع المحاضرة مباشرة، يعني أرسل لكم الرابط إن شاء الله، ما عندك مشكلة أبدا. إذن تمام، هذا هذا بس سبيل التوضيح، جاءت اني اذا يعني جاء سؤال في الاختبار انه يكون تم توضيح. تمام، هنا يعني في هذا السؤال احدى الشركات تقوم ان شاء الله ان شاء الله، لا موجوده يعني ان شاء الله موجوده في إحدى الشركات تقوم بتسعير البضاعة المرسلة للفروع بطريقة سعر البيع حسب المعادلة سعر التكلفة زائد 20% هامش ربح، وكانت قيمة البضاعة المحولة بسعر البيع 30,000 ريال. تكلفة هذه البضاعة كيف نحسب تكلفة هذه البضاعة؟ عندنا الخيارات موجودة في السؤال. ألف 7,500، باء 30,000، جيم 25,000، دال 37,500. الإجابة الصحيحة هي 25,000، ولكن شلون جت ال 25,000؟ وضح هذه الصورة. الآن تعرفون أن المعادلة التكلفة زائد 20%، يعني هذا سعر البيع، سعر البيع 30,000 ريال، فيها زيادة 20%، أبغى أحسب تكلفتها. الآن إذا لو كانت التكلفة 100%، فإن سعر البيع هذا هيكون كم عندي؟ 100 زائد 20% هامش ربح، هيكون عندي 120%. إذن
عندي سعر البيع هذا عبارة عن 120% من التكلفة. إذا كيف أحسب تكلفتها؟ أقول 30,000 ضرب 120 تساوي كم؟ كيف تطلع عندي 120,000. 120,000 كيف جبت يا انصاف؟ لأن ذكر لي في المثال سعر التكلفة كم من المعادلة؟ هذا المعادلة سعر التكلفة كم؟ زائد 20%، زائد 20%. نعم، لو التكلفة كانت 100 فيعني 120% سعر البيع، لأن في زيادة 20% هامش. لو كان هامش المساهمة 10% كم حيكون عندي زيادة؟ 110%. تمام، وبالتالي أنا إذا بغيت أرجعها لتكلفتها لازم أشيل هذه ال 20% الزيادة. إيه، أنا أعتبر التكلفة دائما 100%، وبالتالي هاي حتكون 120% زيادة. إيه يطلع عندي الناتج 36,000؟ ما يطلع، حسبتوها لازم يطلع، يمكن عندك مشكلة في الضرب. ثلاثين ألف ضرب 100 على 120، 25,000. اقسمي، اضربي 30,000. لا خلي الآن أروى لا تحاول طلع لنا الناتج. أضرب 30,000 ضرب 100 على 120، أو مباشرة يعني. هنا إذا بغيت تطلعوه مباشرة يعني خلاص اقسم مباشرة 30,000، 30,000 تقسيم 120%، خلاص تقسيم 120% يساوي 25,000. معنا 120% مباشرة، لأنه 100% على 120% خلاص على 120% اقسم مباشرة. هاي أروى اقسم مباشرة على 120%، 30,000 تقسيم 120% كم يطلع؟ صوت النسبة المئوية 120% كم تطلع؟ 25,000. إذن هذه الطريقة يتم احتساب 25,000. إذن أتوقف إلى هنا لانتهاء وقت المحاضرة. في أي سؤال لمحاضرتنا لهذا اليوم؟ في أي سؤال، أي استفسار؟ هل هناك أسئلة؟ الله يعافيكم. تمام، إذن أعزائي الطلبة إلى هنا ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة بشيئة الله. لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله.